أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دردشة مع هند. النهاردة معانا الدكتورة الإعلامية منى خيري نوايا، صاحبة برنامج منى والحياة وبداية حلم. تشرفنا بحضرتك يا دكتورة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا وسهلا. وطبعا الدكتورة مرشحة لعضوية مجلس النواب 2020 فردي مستقل إن شاء الله. أهلا بحضرتك دكتورة، أهلا تشرفنا بك بحضرتك. أستاذة هند، أهلا بك. أهلا أهلا بحضرتك. بقناة الصحة والجمال، وشكرا على الإضافة الجميلة دي. تسلم يا دكتورة. دكتورة منى، أنا مش هسألك السؤال اللي هو يعني دايما بديهي، إن أنا بسألك إيه برنامج الانتخابي بتاع حضرتك؟ لا، أنا هبعد خالص عن السؤال ده وهسألك، هو حضرتك حققتي حلمك أو أحلامك في حياتك الشخصية، ولا حققتي جزء منها، ولا لسه بتسعي لأنك تحققي جزء منها؟ طبعا كل إنسان فينا مش بيحقق حلمه، لأن طول ما هو عايش بيحلم، ولكن احنا هنقول ان انا حققت جزء منه، واتمنى ان انا اكمل الجزء التاني بإذن الله. يا دكتورة بإذن ربنا الله. يوفقك يا رب. حبيبتي تسلميني. طيب يا دكتورة، ايه الحاجة اللي ناقصاكي في مشوار حياتك؟ أمي الله رحمة يرحمها الله وسامحها، عليها. الله يرحمها وسامحها، رحمة الله عليها. كنت أتمنى إن هي تكون موجودة جنبي في الأيام دي، وكنت عارفة إن هي أكتر واحدة هتكون فرحانة لي، لكن الله يرحمها وسامحها. ومحتاجة طبعا دعوتها معاكي. هي دعوتها ملازماني دايما، رحمة وعايشة الله عليها دكتور. بفضل ربنا وبفضل دعاها هي وبابا. ربنا ربنا يبارك يرحمها وسامحها. في الوالد سميلة ويعوضك إن حبيبتي، شاء الله خير في أولادك. سميلي. طيب يا دكتورة، المرحلة اللي جاية دي في كتير يعني مرشحين كتير قوي 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 يعني غير العادة، حضرتك بقى شايفة الموضوع ده طبيعي، ولا زي ما حد قال قبل كده ناس بتجري ورا سلطة، ناس بتجري ورا فلوس، حضرتك شايفة ايه من وجهة نظرك؟ انا شايفه ان هي اجزاء، جزء منهم بيدور فعلا على السلطه زي ما حضرتك قلتي، وجزء داخل لخدمه الناس، لكن للاسف ان الناس مش عارفه تفرق ما بين الجزء ده والجزء ده، لان الجانب السلبي غطى على الجانب الايجابي، فبالتالي الناس واخده فكره عن المرشح او عن العضو انه ما بيعملش حاجه. فانا بناشد الاعضاء ان احنا اي حد ينجح فينا ان يعمل حاجه عشان الناس تفتكره. طب انا هستأذنك يا دكتوره، انا ليا اتفضل تعليق صغير على اتفضل الحته الجزئيه اللي حضرتك قلتيها، اتفضل. اللي هي انك بتناشدي الاعضاء لما حد لما اللي ينجح يقف فعلا مع الناس اللي باللي وعدهم بيه، او طبعا يحقق باللي وعدهم بيه. طبعا. طيب يعني انا مش هتكلم في اللي فات، في هقول الاعضاء اللي فاتوا ما كانوش بيخدمهم او بيخدم، انا ما اقدرش اظلم حد، بس انا بتكلم من وجهة نظر ان في فعلا اعضاء كتير جدا كانوا بينجحوا ما كناش بنشوفهم غير من الانتخابات للانتخابات التانية. طيب حضرتك بقى متوسمة خير، او احنا يعني عامة الشعب تعب فمتوسم خير في اللي جاي، إن شاء الله. وحضرتك دلوقتي وجهت رسالة بما ان انت اصلا مرشحه عضو مجلس نواب، حضرتك موجهه رساله للاعضاء، اللي ينجح زي يعمل ما قلت شيء، لحضرتك قبل كده، اللي ينجح يا ريت يوفي بوعده يا ريت يا ريت، ويقف ويثبت ذاته. مع المواطن اللي تعب. الناس مش بتنسى. الناس مش بتنسى، بس لا احيانا طبعا، بتنسى يا دكتوره، يعني لا احيانا لا لا بتنسى لا، لما الناس مرشح ما مش عمليش بتنسى، حاجه وبيرجع يجي تاني، وانا بنزل الانتخابات مش وادي بينسوا. له صوتي تاني وانزل، يبقى انا نسيت اللي حصل. لا لا، انا عايزه بعد كده ان احنا يبقى يعني يبقى في مع تجديد. احترامي للجميع، انا لازم اكون مع الاختيار لما انزل اكون انا مقتنعة بالشخص، ما اكونش بديله صوتي بمجرد ان انا انزل. لا، ده امانة نتحاسب عليها يوم القيامة. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال يا دكتوره، اتفضل. حضرتك ما حسيتيش بصعوبه
وانت بتخوض التجربة دي، خصوصا ان حضرتك ست، يعني الراجل نفسه بيحس بصعوبة، ازاي هجيب اصوات الناس دي كلها، او هجيب الاصوات اللي المفروض تنجحني، ما بال حضرتك بقى ست، ان حضرتك تنزلي وتخوض التجربة دي، ما حسيتيش بصعوبة فيها؟ حضرتك تقصدي يا استاذة هند ان علشان نازلة فرد مستقل؟ ايوه حضرتك انا نازلة فرد مستقل لان عندي ثقة في ربنا سبحانه وتعالى، ثم في الناس اللي بيحبوني. ونعم بالله. طبعا ايه فرق ما بين رجل وست؟ مفيش فرق بينهم. الست بتقدر تعمل زيها زي الراجل بالظبط. الست دلوقتي يا دكتوره تعمل حاجات كتير، بس انا اكتر من الراجل بتكلم كمان. عن انا فاهمه على الصعوبات، ايوه انتي بتتكلمي عن الصعوبات. لا ايوه انا من وجهة نظري ما شفتش اي صعوبات، بالعكس، وكمان دعم الناس ليا وحبهم والناس الاقربون ليا بالذات اداني دافع قوي، واداني شجاعه قويه جدا، واداني ثقه في نفسي بزياده عن الثقه اللي في نفسي واللي معايا برضو، ان انا بثق في ربنا سبحانه وتعالى ثم في نفسي ثم في الحمد الناس، لله. فاديني دافع زايد وزياده. لكن ان انا فردي مستقل احسن ما اكون محسوبه على اي حزب او على اي قائمه او على اي حد، وفي النهايه الناس واخده فكره مش مظبوطه. طب ليه يا دكتورة حضرتك ما نزلتيش بحزب أو بقائمة؟ لاني انا حابه ان انا انزل مستقله بنفسي وبالناس اللي بيحبوني. بالتوفيق يا دكتورة. تسلمي يا حبيبتي. طيب يا دكتورة حضرتك ما فيش عندك شوية قلق كده من نسبة، خايفة من نتيجة بعد التصويت؟ لا مش خايفه لان انا نجحت بالفعل. ازاي يا دكتورة نجحتي؟ ايوه قولي لنا ازاي؟ ازاي. حب الناس، ربنا حب الناس يدوم عليكي. ودعمهم ليا والاقربون ليا. وشفت حضرتك انا يعني التجربه بتاعت الانتخابات دي اخدت منها واستفدت منها بحاجات كتير. اولها ان هي جمعتني مع اهلي واحبابي، عرفتني مين اللي بيحب منى ومين اللي عايز منى ومين اللي مش عايزها، ومين فعلا اللي عنده دافع قوي وبيدافع عن منى في غيابها، ومين اللي عنده منى دي ولا حاجه. يبقى انا عرفت مين اللي بيحبني ومين اللي ما بيحبنيش يعني انت استفدتي كتير. كمان، انا نجحت مش استفدت. لا واستفدتي كمان برضو انك انا بقول لك اتعلمتي او انت شفتي. بتقولي لي نسبه نجاحك كام؟ انا كده نجحت، نجحت ان انا قربت من الناس اللي بحبهم ايوه وعرفت دكتور. مين اللي معايا ومين اللي عليا، وتعلمت حاجات كتير، ويكفيني يعني شرف المحاولة. ربنا معاك يا دكتور. تسلمي يا حبيبتي. طيب يا دكتورة حضرتك طبعا أخصائية علاج نفسي، أخصائية نفسية أخصائية نفسية وتعديل سلوك. وتعديل سلوك. طيب بمناسبة بقى أن حضرتك دكتورة تعديل سلوك، نتكلم في موضوع السلوك ده شوية. أستأذن حضرتك يعني نخرج عن هو النص. طبعا موضوع تعديل السلوك ده كتير قوي، عشان لو اتكلمنا فيه هنفتح يعني ساعتين ثلاثة لا احنا عايزين جزئية يوم بس اثنين. صغيرة كده، لكن هو بترجع برضو للأب والأم. اللي حضرتك بتقوليه صح، بترجع للأب والأم. بس الأب والأم دلوقتي هيعملوا ايه في ظل التكنولوجيا الموجودة، انترنت، الشباب الموجود اللي هو أصلاً ما عادش علاقته بالأب وبالأم عادت سطحية؟ احنا اللي بنعمل كده، احنا اللي بنبعد عن اطفالنا يعني طول حضرتك اليوم. احنا مشغولين، احنا كمان طيب احنا مشغولين. طب والام اللي قاعده في البيت اللي بتحاول ما هي تقرب الام بس مش المشكلة قادره، في الام اللي قاعدة في البيت، مش المشكلة في الام اللي بتشتغل. الام اللي قاعدة في البيت قاعدة يا اما في المطبخ يا اما على الموبايل على النت، فدي مشكلة. ما هو فهي انا ابني كمان لما قاعده على يشوفني الموبايل. طبعا، لما ابني لما بيشوفني قاعدة على النت، طب ما هو الطبيعي انه هياخد الموبايل يلعب عليه. طيب احنا خرجنا عن النص، كنت بس عايزه اعرف من حضرتك الجزئيه دي، بمناسبه ان معانا الدكتوره منى خيري، كنا عايزين نعرف بس منها ان احنا يعني الام تحاول تحافظ على سلوك الولد جوه البيت او البنت جوه البيت وتراقب. احنا خرجنا عن النص يا دكتوره بعتذر، نرجع تاني لموضوعنا
وكنت عايزة أسأل حضرتك، حضرتك اتكلمت في جزئية إن حضرتك نجحتي فعلا بحب الناس وقفتهم معاكي، عرفتي مين فعلا اللي بيحب دكتورة منى ومين فعلا اللي ممكن يكون جواه حاجة مش كويسة ليكي، فده حاجة أنت اتعلمتي منها واستفدتي منها طبعا، وحسيتي إن أنت فعلا قويتي بيهم طبعا. طيب بالمناسبة دي بقى يا دكتورة، يعني حضرتك حابة إن أنت تتكلمي توجهي رسالة لحد معين؟ أنا عايزة أوجه رسالة لكل الناس اللي بتدعم وكل الناس اللي واقفة في ظهري، أكيد هم شايفيني دلوقتي وسامعيني. عايزة أقول لهم إن أنا بيكم كل شيء، من غيركم ولا شيء. في حب الناس ده أستاذة هند كنز طبعا، اللي بيحب وربه بيحبب فيه عبده، الحمد لله ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. عليكي ان قبول الناس عالي بتحبك يا دكتور. الحمد لله وشكر لله، ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. والله يا دكتوره منى، يعني بصراحه انا شايفه ان انت ما شاء الله متفائله، فبالتفاؤل ده عايز اسالك بقى، يعني انت متوقعه بعد التصويت نسبة نجاحك تقريبا ممكن تكون كام، تكون كام في المية؟ لا أنا ما أقدرش أقول نسبة نجاحي كام في المية، لأن تتوقعي دي أنا مش بقول لك تقولي، أنا بقول تتوقعي لأن دي حاجة كام في المية. علم الغيب. أنا زي ما قلت لحضرتك أنا مش فارقة معايا النتيجة، أنا حاليا مش فارقة معايا، قبل ما أدخل كانت فارقة معايا قوي لكن دلوقتي مش فارقة معايا خالص، لان هي الانتخابات كانت سبب ان هي قربتني من ناس بحبهم قوي وناس بيحبوني، وعرفت مين اللي بيدعمني ومين اللي عنده منى دي حاجه اساسيه، وده كله بالنسبه لي انا نجاح، فمش محتاجه ان انا اعرف النسبه كام. طيب يا دكتوره عايزه اسالك حضرتك، فضلي. طبعا بتشتغلي في العمل الخدمي، يعني اي حد بيحتاج اي حاجه اللي انا اعرفه على المستوى الشخصي انك ما بتتاخريش. الحمد لله. الحمد لله. ممكن تنزلي مع الناس وبتقفي معاهم وبتجري معاهم لحد ما مصلحتهم بتخلص والى اخره. ففي حد مثلا ما قدرتيش تقدمي له خدمه وهاجمك دلوقتي؟ يعني حاول يهاجمك، حاول يقف ضدك؟ لا، حتى الناس اللي انا ما قدرتش ان انا اخدمهم، لان طبعا اتعاملت معاهم معاملة كويسة وحسنة، لان انا ما قدرتش ان انا اعمل الحاجة دي. وبعدين يا استاذة هند انا متعودتش ان انا اقول هعمل حاجة وانا مش قادرة اعملها، انا بعتذر قبلها، بقول هحاول، مش بأكد ان انا هعمل الحاجة دي. ايوه قدرت كان بها، ما قدرتش انا قلت قدر هحاول، عملت محاولات قدر يعني. المستطاع كلنا قدر المستطاع. ثانيا في حاجة برضو علق لحضرتك عليها، انت بتقولي ان انت ما بتتأخريش عن حد، لا انا مش بحسبها كده، انا بحسبها ان انا زي ما استاذه هند بتحتاج لي انا بحتاج لها. ايوه طبعا، مش بحسبها يعني ان انا بقى بخدم الناس وهم، لا هم انا زي ما انا بخدمهم هم بيخدموني. أيوة. وتردي لي الخدمات دي دلوقتي، لما نزلت تردي لي الخدمات دلوقتي، لدرجه ان في ناس مش عندي خالص، انا تبع مركز دسوق وفوا متوبس، يعني حضرتك بيرنوا عليا وبيكلموني، مش هقول لحضرتك على الدعم وعلى الدافع اللي بيديهولي من بره دايرة حضرتك المحافظة خالص، مدينة دسوق وفوا متوبس، ثلاث مراكز، ثلاث مراكز طبعا محافظة كفر الشيخ. طبعا أكيد في منافسين كتير. بس حضرتك زي ما احنا بنشوف 48 كل دايرة، احنا 48 مرشح. بس الحمد لله ان احنا 48 علاقتي بيهم كويسة جدا، يعني 47 غيري علاقتي بيهم كويسة، ما عنديش اعداء فيهم خالص، علاقتي بيهم كويسه، لان انا دايما بدعي ربنا ان ربنا يولي من يصلح يا رب، سواء ربنا كنت يولي انا من او غيري، يصلح. سواء كنت انا او غيري، لان انا كل الهدف او نزولي ان انا اخدم الناس وان انا اعمل حاجه يعني كويسه. طب وعايزين نقف بقى عند الجزئيه دي شويه دكتوره، اتفضلي. يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه او اللي انا عايزه اوصل له، تمام، معنى اصح يعني المرشح اللي جاي، بلاش يعني نختار حد اخترناه دوره واتنين وما عملناش، احنا عايزين نختار الجديد، ما ممكن اللي نختار احنا حد اخترناه من دوره واتنين الشباب وتلاته عمل واحنا حابين ان هو يكمل معانا. لو كان عمل،
يكمل. اوكي ما انا بقول لحضرتك. طيب دلوقتي يا دكتوره احنا انا شفت في مجلس الشيوخ مفيش حد نزل وشارك، قليل قوي اللي نزل وشارك. تمام. ولما سالت طب ليه محدش نزل ومحدش شارك، قالوا عشان احنا عملنا النايب وما خدمناش، ما بنشوفوش غير لما يجي تاني ينزل الانتخابات. طيب حضرتك بقى احنا عايزين بنرشح او بنقف جنب الشباب اللي عايزه تترشح ويبقى لها حق في عضويه مجلس النواب 2020. طيب الشباب دي او المرشحين دول ان شاء الله لما يبقوا نواب ان شاء الله، يعني حضرتك من وجهه نظرك ان انت شايفه ان انت مش هتتخلي عن الوعد وعدتيه لاي حد؟ لا طبعا. طيب حضرتك شايفه ايه كنظره للشباب برضو اللي مترشح نفس الوضع؟ ممكن يكون حد بيقول كلام وبعد كده مش هيعمل او ناوي يعمل فعلا، او حد نازل يخدم فعلا، حضرتك شايفه ايه؟ بس يا استاذه هند، احنا لو بصينا لها من جانب ان دي مسؤوليه، كل راعي مسؤولا عن رعيته، كلنا هنرتاح، كلنا هنرتاح، لان كل واحد هيبقى مسؤول عن رعيته. يعني حضرتك في ناس كتير بتنزل وتخدم وفي ناس ما بتخدمش، ولكن ما بتنساش لما بننزل الشارع احنا بنسمع الكلام ده دلوقتي واحنا بنسلم على الناس، احنا انتخبنا فلان وما عملناش حاجه، ده اللي انا بتكلم فيه. احنا انتخبنا فلان وعمل. أيوة. يعني في كمان يعني الحاج محمد خطاب الله يرحمه وسامحه، انا ما كنتش اعرفه معرفه شخصيه بس الناس بتترحم عليه لحد الان، عشان كان واقف خدم. مع الناس وخدمه. خدم. ايوه. يعني خدم الناس، فالناس بتترحم عليه. انا والله ما اعرفه معرفه شخصيه، ولكن انا فعلا سمعت عنه كتير. والله يا دكتوره يعني طبعا اللي بيخدم ده، شوفي حضرتك قلتي ايه؟ رحمت عليه، لكن يعني اللي طبعا طبعا اللي ما بيخدمش انت حضرتك لو أصلاً. سالتيني على امنياتي ان انا تتمني تكوني زي مين؟ هقول لك زي طبيب الغلابه. بتمنى ان انا بعد ما اموت يبقى صرتي زيه بالظبط. ربنا يا دكتوره يوفقك وتعملي اللي فيه غيرك كتير ما قدرش يعمله، واحنا متوسمين في اللي جايين، الشباب اللي نازله دي متوسمين فيها خير ان شاء الله. انا عن نفسي دايرتي دايره كرنس بن عبيد شربين، الدايره دي فيها ناس ما نزلوش قبل كده، بالعكس هم رشحوا نفسهم الدوره دي عشان هم اصلا مكرسين نفسهم، ورجال اعمال مكرسين نفسهم وجزء كبير جدا من فلوسهم لعمل الخير. ربنا يولي من يصلح يا رب. وفي نهايه ختامي انا بس كنت عايزه رساله من حضرتك للشباب، ان الشباب هو اللي هيغير، ينزل ويشارك ويغير. ده اللي انا عايزه اقوله، انزل ما تبقاش سلبي، ادي صوتك. طيب نشكرك يا دكتوره على اللقاء الجميل حبيبتي، ونتمنى ان شاء الله يتكرر بعد الانتخابات وحضرتك تكوني في مجلس النواب 2020 باذن الله. تسلمي يا حبيبتي، وربنا يصلح يا رب. واشكرك جدا استاذه هند، واشكر قناه الصحه والجمال. ربنا يخليك يا دكتوره.